ازيكم، معاكم محمد يحيى. النهارده هنتكلم على تاسك ليفل 0 اللي هي فيريفاي ويزرد بيرسونال ستيل وركس از ا جيفن كومباني از ا جيفن بوزيشن. اول حاجه في التاسك دي هو هيدينا اسم الشخص اللي احنا محتاجين ندور عليه، وبعد كده الشركه اللي هو شغال فيها، وبعد كده الجوب تايتل اند البوزيشن. هيديك اللينكدين بيج بتاعته واللي احنا المفروض نراجعها مع الانفورميشن اللي هو مديها لنا هنا. تمام، هو هنا بيديك سؤال وعليه اربع اجابات. اول حاجه هنختارها لو لقينا ان نفس الكمباني ونفس التايتل، تمام، وفي اول حاجه هي اول حاجه في الاكسبيرينس. تاني واحده لو لقينا نفس الكمباني اول حاجه في الاكسبيرينس بس هو بقى شغال في حاجه تانية، يعني مثلا اترقى مثلا. تالت واحده لو لقينا ان الكمباني اللي هو مديها لنا دي مش اول حاجه له، تمام، يعني مثلا بقت التانية او التالتة او الرابعة، فنختار تالت واحدة. لو دخلنا ولقينا ان الصفحة بتاعته فاضية هنختار ان البروفايل بيج از بلانك. تعال نبدأ نجرب كده مع اول واحدة ونشوف. اول واحد هنا اسمه بيل، هنروح نشوفه معانا. بيل اهو هنشوف، هنروح نرجع لاسم الشركة فوكس فيتشر، دي مش اول واحدة، فبالتالي هنختار الاختيار التالت. نروح نجرب واحدة تانية، كيسي، تمام. كيسي كانت شغالة فين؟ كيسي كانت شغالة في فيرست سكيورتي بانك، هو نفسه فيرست سكيورتي بانك. كانت شغالة في بي لو فايس بريزيدنت مورتج مانجر نفسها. اختار في التاني، اختار اول اختيار. شوف واحدة تانية، ديبي شغالة في فيرست داتا، دي شغالة في فيرست داتا، التايتل بتاعها في بي هو نفسه، فهنختار اول واحدة. نجرب واحدة كمان، دينيس شغال في سوايب سنس، هنا هو نفسه سوايب سنس، التايتل بتاعه اوريجينال في بي، اوريجينال في بي اوف سيلز، بالتالي برضه هنختار اول واحدة. نشوف بعد كده واحدة كمان معانا، بوبي شغال في تايكو، تايكو التايتل بتاعه original director هو نفسه بالظبط، هنختار اول واحدة. نخش على واحدة كمان معانا، اريك نورسن وينشستر هوسبيتال التايتل بتاعنا دايركتور اوف فاير سيفتي اند سكيورتي، هو نفسه اختار الاختيار. نجرب واحدة تانية، بروسبر شغال في كوميونيتيز اند سكول، دي مش اول واحدة له، دي بقت التانية، فبالتالي نختار الاختيار التالت. نجرب واحدة كمان معانا، مايك هنا شغال في ارتفيل فاينانشال سيرفيس، هي نفس الشركة، شغال التايتل بتاع اسيستنت فايس بريزيدنت اند اسيستنت تريجر، يبقى هي نفسها. اختار الاختيار الاولاني. كيفن نيلسون شغال في ميديكال انفورماتكس، بقى الوقت شغال في حاجة تانية، انتربرايز سيلز مختلفة، نختار الاختيار التالت. مارك ميسنجر هو نفس اسم الشركة، تايتل ذا دايركتور في ريستورانت اوبريشن، لا هنا الاكسكيوتيف شيف، بنختار الاختيار التاني. نجرب واحد تاني، هو نفس اسم الشركة. طب تشوف التايتل دايركتور اوف ماركتينج هو نفسه، اختار الاختيار الاولاني. واحد تانية، ميل سنترز بلس نفسه، تايتل دايركتور اتش ار اند ادمن سيرفيس هو نفسه، هنختار الاختيار الاولاني ونعمل سبمت.